وي ان شاء الله داروا لك الجديد، كاين سينما، كاين مسلسلات، وكاين المسرح اكيد اللي ما كنقدرش نتخلى عليه. اللي بالنسبه لي انا المسرح شي حاجه اللي هي ديما خص الممثل ولا 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 السيناريست يرجع ليها ويدير فيها لا ميزاجور ولا راسو. اكيد علاش لا، انا كما تالقت كما قلت لكم في الكوميديا فانا نقدر نخدم الكوميديا، ماشي نقدر، انا متاكده من راسي انني تنخدم الكوميديا. والدور ديال الوعدي فهو كان كوميديا اجتماعيه واللي كنت اللي كان عجب الناس، فاكيد جايه الدراما في الطريق وغتشوفوها عما قريب ان شاء الله. شيخه تحمقني ندير لوغول ديال الشيخه، وقلتها في بزاف ديال المنابر الاعلاميه، بغيت ندير شي، بغيت ندير حياه شي فنانه شي شيخه، لان الشيخه اكيد شي حاجه اللي هي كبيره كبيره بزاف. الشهره كتربحي منها فلوس، كتربحي منها مظاهر، طوموبيلات، ديور، لباس، مساريه كذا، ولكن كتخسر بزاف حريتك، تتخسر علاقاتك مع ناس بعض الخطرات. مي الحمد لله كنحاولوا اننا نوفقوا ما بين الشهره ونحاولوا نوفقوا اننا ما بين الخدمه ان شاء الله. انا كانت امنيتي وكان حلمي انني نخدم مع الفنان الكبير سي محمد البسطاوي الله يرحمه. الله يرحمه. نقول لكم شكرا بزاف على الاستضافه ديالكم ليا في سلطانه اللي دائما متفانيه في حضوراتها وفي ندواتها الصحفيه. كنشكر اكيد الجمهور ديالي اللي كيشجعني وكيحييني وكيوجه ليا انتقادات واكيد البناءه. كنقول لكم شكرا جزيلا لكم، كنبغيكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.